الأهلي دائما مصنع الأبطال. بطلون اليوم هو أحد أهم لاعبي ومدربي الجمباز في القلعة الحمراء ومنتخب مصر للناشئين، هو الدكتور كريم علي عبد الرحمن. كلاعب شارك في العديد من البطولات مع الأهلي في الفترة من عام 1996 وحتى 2007، وتوج بالمركز الأول مرارا وتكرارا، كما شارك في المحافل القارية والعالمية مع منتخب مصر في الفترة من عام 1992 حتى 2007. كمدرب بدأ مشواره التدريبي بتدريب فريق المبتدئين تحت 7 سنوات وتحت 8 سنوات بالنادي الأهلي، وتحقيق المركز الأول في بطولة منطقة القاهرة والجمهورية، ثم تدريب فريق الدرجة الأولى والثانية بالنادي الأهلي وتحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية والبطولات المفتوحة للمناطق من عام 2011 إلى عام 2015. وعن النتائج الدولية مع منتخب مصر للناشئين الذي يتولى تدريبه، حصد المركز الأول والميدالية الذهبية للفرق في البطولة الإفريقية للناشئين بناميبيا مايو 2018، والمركز الأول والميدالية الذهبية للفرد العام لنفس البطولة. كريم علي يروي العديد من الذكريات والاستعدادات للفترة القادمة لفريق الأهلي ومنتخب الناشئين. اهلا بكل حضراتكم من جديد. في تقديري الفقره دي هتكون في منتهى الاهميه لكتير جدا جدا الحقيقه من اولياء الامور، الاباء والامهات اللي بيكونوا دايما حريصين على ان اول رياضه يعني يخلوا اطفالهم يمارسوها هي رياضه الجمباز، لاسباب مختلفه ولاعتبارات مختلفه، ولكن من ضمن القواسم المشتركه الموجوده في اذهان وفي فكر كتير من اولياء الامور دول، فكره ان الجمباز بتاسس جسم كويس، طبعا بعيدا عن الرشاقه واللياقه والمرونه الى اخره، لكن فكره ان هي بتاسس جسم كويس دي برضو من الافكار الشبه ثابته في اذهان كتير جدا من اولياء الامور. فبندعو حضراتكم طبعا لمتابعه فقرتنا دي اللي هينورنا من خلالها دكتور كريم عبد الرحمن، وهو مدرب النادي الاهلي ومنتخب مصر للجمباز. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الخير يا استاذ نهاوي. صباح الخير يا دكتور، وسعداء بوجود حضرتك بجد. انا اسعد بحضرتك وربنا يوفق ان شاء الله حضراتكم، متالقين في كل المجالات وفي كل البرامج اللي بنشوفكم فيها. ربنا يخليك يا دكتور كريم. وعايز ابدا مع حضرتك بقى بفكره، هنا تدريبك للفريق الاول للجمباز بالاهلي ده كان تقريبا عام 2009 حسب معلوماتي لحد هذه اللحظه، وبرده حضرتك كنت لاعب سابق يعني، وتركت تقريبا في سن ال30 وبعد كده اتجهت للتدريب. خلينا نبدا من الجزئيه دي. انا كنت لعبت المنتخب مصر 15 سنه، ودي مده طويله ان حد يلعب فيها ممثل منتخب مصر. كنت اصغر لعيب في دوري العرب الافريقيه سنه 95، اشتركت في كتير من البطولات، ربنا كرمني ولعبت 4 بطولات عالم، حققت مراكز متقدمه الحمد لله مع منتخب مصر، مركز 8 على مستوى العالم، مركز 3 في كاس عالم. من اعز البطولات عندي اللي انا كنت مقرر قبليها ان انا هعتذر، حتى كنت قايل لزملائي انا هكسب اول في البطوله دي وهعتزل دوره العرب العربيه في مصر. هي بطوله دوره العرب عربيه بس هي بالنسبه لي كانت معز بطولات عندي، لان فعلا ربنا كرمني حققت المركز الاول واعتزلت. اتجهت لمجال التدريب بعد كده، واصريت ان انا ابدا بالاولاد الصغيرين. ان انا نسيت خالص انا كنت لعيب جمباز، ان العمليات التدريبيه عمليه تانية خالص، مختلفه تماما، عمليه التدريب مختلفه تماما، فلازم احط نفسي كمبتدئ في مجال التدريب. ما خرجتش من مجال اللاعب الدولي على ان انا لاعب دولي لازم امسك فرق كبير، لا، قلت انا هبدا كاني في مدارس الجمباز، انا مبتدئ، فاصريت ان امسك اولاد صغيرين اتعلم منهم واخد من خبره كل واحد واقف جنبي في الملعب. واولهم كان استاذ دكتور احمد علي عبد الرحمن، اخويا الكبير ومدربي شخصيا يعني، كان بيقف جنبي وبيساعدني ويقول لي تعمل كذا وما تعملش كذا، وقعدت سنتين امرن اولاد صغيرين وربنا كرمني فيهم الحمد لله، كنا بنكسب من اول سنه، قعدت النادي الاهلي. وقبل ما ابدا انا عايز بس ابارك النادي الاهلي على النجمه التاسعه. هنبارك على ايه ولا ايه؟ نبارك على حاجات كتير قوي. هتخلص لنا الفقره يا دكتور، هتخلص لنا الفقره في التهاني. بس عايز، لا لازم ابارك طبعا. لا بس ما شاء الله فعلا يعني زملائي يعني ومجلس الاداره برئاسة كابتن محمود الخطيب على السعاده، على الاقل حاجه على السعاده اللي دخلوها علينا كفريق عمل في النادي الاهلي. انا بعتبر نفسنا في النادي الاهلي احنا فريق عمل، احنا مش رياضات منفصله،
احنا فريق عمل، كل واحد بيعمل في مجاله لرفعه شان النادي الاهلي. يعني هو عيله الاهلي، احنا عيله الاهلي فعلا، سواء القناه سواء الجماهير. ايه يعني اتفرج على اللعيبه هم بيلعبوا جنبي، احنا ملعب الجمباز جنب ملعب الكوره، فاتفرج على اللعيبه بتاعه الجمباز وهي بتلعب مع قاعده مع لعيبه الكوره بتتفرج عليهم، وفي سلامات متبادله بينهم، دي حاجه جميله يعني. لا وفي كمان يعني قواسم مشتركه بين كل الفرق اللي بتحمل شعار النادي الاهلي، في دايما انتصارات ايا كانت الرياضه اللي بنتكلم عليها. ودي حاجه دايما يعني. فبعد كده بعد 2009 كان تولى الاستاذ الدكتور محمد فؤاد رئاسه الجهاز، اصر ان انا اطلع امسك فريق درجه اولى. ما كانش في فريق درجه اولى بمعنى فريق، كان في لاعيبه ومنفصلين. فقعدنا سنه نجهز في الفريق من الدرجه الثانيه، لعبنا بيهم والحمد لله ربنا كرمنا بالمركز الثاني، وبعدين اتصعدنا درجه اولى، وبعدين من سنه 2010 لغايه سنه 2016 بنكسب المركز الاول. ما شاء الله الحمد لله، حاجه محترمه. لا الحمد لله، وكان عندنا لعيبه محترمه، لعيبه جيده جدا، سواء كانوا في المنتخب، وكان عندنا ثلاثه لعيبه يمثلونا في المنتخب، وبقيه الفريق قوامه الاساسي من داخل النادي الاهلي. وفي لعيبه في الدرجه الثانيه برضو كان عندنا منهم اثنين او ثلاث لعيبه في المنتخب. فالحمد لله النادي الاهلي دايما بيغذي المنتخبات الوطنيه بلعيبه على مستوى عالي جدا. جميل. طب انا عايز اقف عند تفصيله كده صغيره، ان هوند في وسط الكلام بتقول ان حضرتك اعتزلت بسن ال 30 واتجهت بعدها للتدريب، هل بلوغك سن ال 30 هو ده اللي خلاك تاخد قرار الاعتزال؟ بعباره اخرى، هل في حد اقصى لعمر لاعب الجمباز؟ هو مفيش حد اقصى لعمر لاعب الجمباز، خصوصا مع الايام اللي احنا فيها دي دلوقتي. لعيبه الجمباز اتجهت للتخصصيه. يعني ايه التخصصيه؟ ممكن تلاقي لعيب بيلعب جهاز واحد من اجهزه الجمباز متخصص فيه، زي عندنا البطل الكبير بطل منتخب مصر علي ابو القاسم، محقق حاجات رائعه على مستوى العالم، من المرشحين لدخول الاولمبياد، بيلعب جهاز الحلق بس. وكم نوع من الالعاب في الجمباز؟ احنا عندنا اجهزه الجمباز، احنا عندنا الجمباز مقسم انواع، في جمباز فني بنين، وجمباز فني بنات، وفي جمباز ايروبيك، وفي انواع كتير. بس الجمباز الفني بنين فيه ست اجهزه. اوكي. اللاعب بيلعب المفروض يلعب بست اجهزه، بس في لاعب عشان منع التسرب من الجمباز لقيتك مميز في الجهاز، طب ماشي انا ممكن اخليك تكمل في الجهاز ده وتحقق فيه انجازات على مستوى العالم. خصوصا ان بقى في بطولات على مدار العام اسمها بطولات كاس العالم للاجهزه. انا ممكن اخش كاس يعني العالم العب حلق، بخش كنا اخش العب على الارضي. دي حاجه جديده نسبيا ولا دي بقى لها سنين؟ انا واخد ثالث كاس عالم وثامن كاس عالم على حصان القفز. فهي بقى لها سنين، بس بقى حديثا ممكن من خلالها على مدار الاربع سنين اللي هي الاولمبيك سايكل، في الاربع سنين تجمع نقط، من خلال النقط دي لو اعتليت التصنيف العالمي تتاهل الاولمبيكس على طول، بغض النظر عن طريقه تاهيل الفريق والفردي العام للاولمبياد. يبقى انت كلاعب متخصص في الجهاز ده نتيجه ان انت اعتليت التصنيف العالمي تاهلت للاولمبيكس على طول. اوكي. فهي الجمباز في مجالات كتير، في فائده كتير. اعتزالي بقى في سن ال 30 ده انا كنت شايف ان انا قادر اكمل، وطول ما انا قادر اكسب وفي المجموعه المتصدره في مصر هنا انا ما كنتش مش عايز ابطل. بطلت انا الاول. بطلت حضرتك الاول ليه؟ دايما الناس بتحب تبطل في يعني في القمه بتاعتها بالذات الرياضيين. احسن حاجه عشان تسيب ذكرى حلوه في الملعب وتسيب فكره حلوه عن نفسك في الملعب. انا قلت لحضرتك دوره الالعاب العربيه قبل الهوا من اعز البطولات عندي 2007. اصدقائي المقربين ليا قلت لهم تعالوا احضروا البطوله دي عشان انا هعتزل في البطوله دي. هكسب اول وهعتزل وانا على المنصه قبل البطوله. وقد كان. وقد كان الحمد لله. حتى في ناس بتقول لي بعد البطوله انت اعتزلت ليه؟ انا بعمل دراسات عليا في الكليه، وكان عندي الدكتوراه ما اعرفش مش عارف اخلصها، 30 سنه وما اتجوزتش، فكنت عايز اشوف حياتي وعايز اشوف دنيتي. فاكتر من كده كان هيبقى. طب اتجوزت ولا ايه؟ طمنا عليك. معايا مريم واحمد. ما شاء الله ربنا يبارك لك. مريم بتلعب كاراتيه. لاعبي جمباز برضه. لا مريم بتلعب كاراتيه، ودي برضه حاجه انا عايز اوجه الناس ليها. انا شفت ان بنتي وانا مدرب ولاعب جمباز مش حابه قوي، وجسمها طويل شويه على الجمباز. اوكي. وهتاخد مجهود كبير جدا في الجمباز. قعدت معاها وتحاورت حوار كبار. عايز تلعبي مريم جمباز؟ قالت لي صعب شويه يا بابا. خلاص يا حبيبتي. لعبنا اول بطوله مهرجان اطفال كده. اوكي. خدت ميداليه انبسطت، طب تعالي نروح نلعب حاجه ثانيه.
بتلعب كاراتيه دلوقتي مع الراجل المحترم دكتور مراد عاصم في جهاز الكاراتيه. هي اللي اختارته بقى. هي اختارته. فمن احسن الناس ومن اقدر الناس في مصر دكتور مراد عاصم، وبحييه واجيله تحيه. بيمرنها بطل عالم كابتن عمر عبد المنعم ما شاء الله يعني. ودي حاجه فكر رائع في النادي الاهلي، اللي بيخلوا المدربين اللي هم كانوا ابطال بيمرنوا الاطفال الصغيرين. عندي حاجه تانية صغيره كده اسمها احمد جنني، بيلعب بقى ده لسه في الجمباز في المدارس يعني. ما شاء الله، ربنا يفرحك بيهم ويبارك لك فيهم يا رب، وتشوفهم احلى عريس وعروسه. انا كنت سالت حضرتك السؤال ده عشان حتى لو تلاحظ حضرتك في المقدمه قلت ان في كتير من الاباء والامهات دايما عرف كده يعني، عرف ان الولاد الصغيرين في مرحله سنيه مبكره يبتدوا في الجمباز، يكملوا فيه ما يكملوش ده موضوع تاني، هيلعبوا جنبه رياضه تانية او ما يلعبوش ده موضوع تاني، بس دايما معانا الجمباز عند الاطفال. ليه وهل ده صح ولا غلط؟ لا هو صح جدا، وده على مستوى العالم مش عارفه في مصر. كان عشان الحركه الكتيره، علشان الطاقه اللي بتبقى عندهم، القدرات البدنيه اللي موجوده في الجمباز مش موجوده في اي لعبه تانية. ومعدل التركيز في الاداء في الجمباز مش موجود في اي لعبه تانية. انا هقول لحضرتك بس حاجه صغيره، احصائيه بسيطه جدا. لعيبه الجمباز اللي كبروا واللي كانوا في المنتخبات واللي معانا في المنتخب، اتشرف ان انا اكون استاذ جامعي. اشرف نشأت كان لعيب معايا في فريق درجه الاولى، هيناقش الدكتوراه قريب. في معانا في المنتخب مهندسين، دكتور محمد شيف السحارتي طبيب اسنان، ده لاعب اولمبي. دكتور محمد سرور، دكتور رفع عبد الكريم ابطال العالم زميلي ودفعتي، دكتور زميلي في الكليه. الجمباز بيخليك على درجه عاليه جدا من التركيز. الجمباز بيخليك قادر تنجز مهامك في اقل وقت. يعني لو اي حد تاني بيلعب لعبه في وقت صغير بيذاكر في وقت كبير، لاعب الجمباز بيذاكر في وقت اقل. غير ان القدرات البدنيه في الجمباز بتاهلك انك تلعب اي لعبه تانيه. فلا حاجه كويسه جدا، بس ما اصرش ان ابني يكمل وهو ما عندوش القدره. انت ما ضيعتش وقت، انت خدت قدرات بدنيه كويسه جدا. انت اتمرنت مثلا سنه ولا اتنين، تقولش انا بقالي سنتين بتمرن، سنتين من عمره الجمباز مش كبير. لكن انت ممكن انت وقفت على رجلك، وقفت ابنك على رجله، اديت قدرات بدنيه كويسه، ممكن يروح يلعب رياضه ثانيه يتفوق فيها احسن منه. طب بص يا دكتور كريم، احنا يعني هنروح فاصل بس اكيد هنرجع للنقطه دي، ازاي ممكن نفيد الاهالي اللي بيتفرجوا علينا ان هم يختاروا الرياضه السليمه او الصحيحه لاولادهم؟ تمام، نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. دلوقتي نهواند ختمت اللينك اللي فات بسؤال مهم جدا، فكره ان ازاي الاولياء الامور الاباء والامهات يختاروا الرياضه الامثل والانسب لاولادهم، دي نقطه مهمه. وفي نفس الوقت في الفاصل كانت بتتجاذب اطراف الحديث مع دكتور علي برضه في نقطه ما تقلش اهميه، طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبتدي بأني فيهم؟ نبتدي باي حاجه. طيب نبتدي بالسؤال ده الخاص بالاهل، ازاي فعلا يختاروا الرياضه؟ انت زي ما قلنا في الاول مفيش مانع انك تلعب رياضه الجمباز، يعني هتكسب قدرات بدنيه كويسه جدا، دي حاجه. حاجه ثانيه، انت عارف اكتر واحد عارف مقاييس جسم ابنك، ودي الحاجه الثانيه. انا لما هيجي لي لعيب في بعمل اختبارات ويجي لي لعيب كويس، انا مش هقول له لا اعتباطا، يعني انا مش عايز مثلا خدت مجموعه لاعبين، لو في لعيب كويس انا هاخده. طالما قلت لحضرتك ان هو مش من المجموعه اللي انا هختارها، وجه ابنك لرياضه اخرى. في رياضات عايزه ولد مليان شويه، زي الجودو، زي الرمي، زي العاب القوه. في رياضات عايزه ولد رفيع وطويل، ايه ده ابنك طويل ومعدل الطول عنده عالي، وجهه لرياضات زي الباسكت، زي هاندبول، زي. فانت بناء على مقاييس جسم ابنك انت ادرى واحد بيها وجهه. مفيش مانع ان انت تلعب جمباز في الاول، مفيش مانع ان انت تستمر في الجمباز في الاكاديميات اسف كفتنس او كصحته كبدايه سنه 2 3 4، بس لازم تبقى عارف بعد كده ان انت هتوجهه للحاجه اللي مناسبه لطبيعه جسمه. انت اكتر واحد متابع لطبيعه جسمه، انت اكتر واحد متابع لتطوره. ما تصرش على حاجه هتضر ابنك في المستقبل، ما تصرش على الرياضه كمكسب، لا تصر على الرياضه لصحه ابنك. لا هو في بس نقطتين عشان ما نتلخبطش بينهم. هو الجزء الاولاني، انا ازاي اصلا في البدايه اعرف ابني اوديه انهي رياضه؟ في حضرتك رديت عليها في شق ان انا حسب التكوين الجسماني. التكوين الجسماني طبعا. الشق الثاني مختلف بقى، لان احنا بنتكلم ازاي الاهالي المفروض تتعامل مع اولادها فيما يختص بان انت مش لازم على فكره تطلع الاول دايما او تفوز دايما حتى لما تختار الرياضه الصح. خلاص مش لازم ابني دايما يفوز، يعني مش لازم اعقد الطفل ان هو لو طلع مركز ثاني او ثالث ان هو كده فاشل. لا دي خطا بيقع فيه اهالي كتير، دي خطا كتيرة. وخطا قاتل بيكره الولاد في الرياضه. فهي الفكره كلها في ان انت ما تتعاملش على ابنك ان الهدف من ممارسه الرياضه هو المكسب بس. اتعامل مع ابنك مع الرياضه لانها جزء من الحياه، ما الحياه فيها ابس اند داون، فيها فوق وتحت، وفيها
حاجة كويسة وفيها حاجة وحشة. طب ما الخسارة واردة، النادي صح. الأهلي بقوته، برشلونة بقوتها، فريق ألمانيا لكرة القدم بقوته صح. بيخسر، فوارد إن أنت ميبقاش يومك وتخسر، وارد إن يحصل خطأ سواء منك أو خارج عن إرادتك وتخسر، فده وارد. فما تعملش مع ابني على الأساس ده عشان ما كررش دلوقتي، لا بتعامل معاه إن هو عمل اللي عليه صح. لو ما عملش اللي عليه أو تكاسل أفهمه إن ده خطأ، مش نهاية العالم يعني بالظبط. طب احنا ممكن نروح بقى في آخر كام دقيقة للتغذية يا كريم، لأن احنا اتكلمنا مع دكتور كريم في الفاصل برضو عن قصة التغذية وإزاي البني آدم يقدر إن هو يفهم يعني ازاي ياكل صح وفي نفس الوقت ان الجسم ذكي. حضرتك قلت لنا نقطه ان الجسم ذكي جدا، حتى انا كنت بهزر مع كريم بقول له يا ريت كان الجسم غبي علشان نقدر نخس بسهوله، لان الجسم مبرمج بشكل ان هو لازم احنا زي ما حضرتك قلت ناكل في اوقات معينه، لازم ناكل على 5 وجبات مش بس يبقوا قليلين، يعني في سيستم الجسم لازم يتسيستم عليه صح كده ويمشي عليه. طبعا تغذيه الرياضي كمان حاجه ثانيه، يعني كل ما هو مفيد لازم اللاعب الرياضي ياكله. يعني نبعد تماما عن يعني بنلاقي بعض اولياء الامور الافاضل طبعا مش بيعمل ده بحب مع ابنه انه بعد التمرين بيجيب لابنه بيتزايا او مكرونه، لا ده خطا. ابنك فقد ايه في التمرين؟ ابنك فقد ما بين املاح معدنيه، ما بين الياف عضليه اجهدت من التدريب، فمحتاج بروتين، محتاج فاكهه، محتاج حاجه تعيد انتاج الطاقه في جسمه تاني، محتاج قبل التمرين حاجة تديله طاقة في التمرين، مش لازم حاجات جانك فود. نبعد تماما بالنسبة للاعبين الرياضيين عن جانك فود، هناكل نقلل النسبة بس بتاعتها شوية، دي حاجة. حاجة تانية، كتير جدا من اللعيبة الرياضيين أو كتير جدا من الناس ما بيفطرش، ودي حاجة سيئة جدا بالنسبة لأي لاعب رياضي أو بالنسبة لأي حد حتى في الحياة العادية. افطر حتى لو الفطار بسيط، ومش عارف تاكل دلوقتي كتر عدد الوجبات بس قلل الكمية، وحط في الوجبات حاجات مفيدة. وفي مبدأ بيسموه مبدأ الألوان، اللي هو أكل من كل ألوان الفاكهة، أكل من كل ألوان الخضار، أحط مجموعة ألوان متعددة وما تصرش على شيء. يعني أنا ابني مثلا ما بيحبش السلطة كسلطة، طبق سلطة أقطعها له بأشكال، أنا بعمل كده مع أولادي شخصيا، يعني أقطعها له بأشكال مختلفة، أقطعها له سلايس، أقطعها له حتى احمد ابني بيقول لي سميني الخياره قطعها لي مونستر، يعني عامله زي الوحش كده، بتبقى عامله زي الاسنان، فبعملها له زي ما هو عايز ياكل. بتكبر في السن على بتخلص طبق السلطه بالمنطق ده، هو بس هنعمل ايه برضه؟ هنعمل ايه بس عشان ياكل؟ هو صح طفل. فعلا ما تعاملش مع، احنا بنتعامل مع الطفل على انه ناضج، لا انا اتعامل مع الطفل بعقله، لو اتعاملت مع الطفل بعقله هستريح. طيب انا عندي بقى سؤال مبني بالكامل على فضول شخصي، انا عارف ان حضرتك حاصل على درجه الدكتوراه في الفلسفه، فلسفه التربيه الرياضيه وتحديدا هو اسمها دكتوراه فلسفه، احنا عندنا مسمى يبقى دكتوراه فلسفه، لان انت بعد ما بتترقى من تحضر الماجستير بتبقى بتتجه لاتجاه معين تخصصي شويه، عمليات تدريبيه. انا مثلا اخترت الجزء التدريبي. يعني ايه الرابط ما بين الفلسفه والتربيه الرياضيه؟ انت كواحد ليك فلسفه في شغلك، ليك مفهوم لشغلك. انا مفهومي وفلسفتي في شغلي ان مش بس صناعه البطل، صناعه البطل بيندرج تحتها مجموعه من العلوم، منها علم النفس، منها علم الاجتماع، يعني ازاي بتواصل مع لعيبتي، ازاي بفهم كل شخصيه لاعب عن الاخر، ازاي بحط كل برنامج تدريبي للاعب مختلف عن الاخر، لان كريم مش زي نهاوند، مش زي كريم، انا وانت كريم احنا مش زي بعض، فكل واحد له طبيعته، كل واحد له الاداء الرياضي الخاص بيه، كل واحد له مقياس الجسماني بتاعه، كل واحد له طبيعه النشاط العضلي الخاصه بيه. ازاي اعطي البرنامج التدريبي اللي خاص بكل لعيب؟ ودي كمان الصعوبه في الجمباز، انا بمرن 6 7 لاعبين، كل واحد له الشغل الخاص بيه، المهارات اللي يقدر يؤديها بشكل سليم، البرنامج التدريبي اللي خاص بيه. بعد الدكتوراه بنحضر بقى حاجه ثانيه اللي انا اتحضرتها دلوقتي وترقيت لي، اسمها استاذ مساعد. انا استاذ مساعد في كليه التربيه الرياضيه، واتشرف بانتمائي لاعرق كليه في مصر. موفق ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ كريم. شكرا ليك يا دكتور كريم، بجد مثال رائع يعني لاعب وبعدين مدرب وكاب من اللي احنا سمعناه بجد. الله يكرمك. الله يكرمك يا استاذ كريم، بشكر حضرتك جدا وبشكرك يا استاذ كريم، ومتالقين دايما ان شاء الله كل مره كده تكسب في البرنامج الاذاعي بتاعك وتطلع الاول. ربنا يخليك. متابعتك تشرفني وعلى راسي. انا بتابعك على طول والله، بتابع استاذ نهاوند
واتشرف بوجودي مع حضراتكم دايما. ربنا يخليك. احنا بنتشرف بوجود حضرتك معانا، نورتنا، وان شاء الله يعني نلتقي مره ثانيه عن قريب على خير باذن الله. فاصل وهيبقى معانا بقى نموذج جميل جدا رياضي نسائي، وكمان هي بنت يعني قامه كبيره فنيه كمان معانا، يعني رشا سامي العدل. بعد الفاصل خليكم معانا.